معركة المنصورة بوجه خاص شاهدة على بطولة القوات الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة، حيث قام سلاح الجو المصري في 14 من أكتوبر بالتصدي للغارات الجوية التي حاول العدو من خلالها استهداف مطارات الدلتا. ومن قاعدتي المنصورة وأنشاص انطلقت الطائرات المصرية للاشتباك مع طائرات العدو في سماء مدينة المنصورة، وسميت فيما بعد بمعركة المنصورة. شارك في المعركة أكثر من 150 طائرة من الطرفين، أظهر فيها الطيار المصري مهارات عالية في القتال الجوي، واستمرت المعركة أكثر من 50 دقيقة لتعد أطول معركة جوية على مستوى العالم. ونجحت القوات الجوية في إسقاط 18 طائرة للعدو رغم التفوق النوعي والعددي لطائراته. فكان يوماً شاهداً على أهم المعارك الجوية خلال حرب أكتوبر، ليكون 14 من أكتوبر من كل عام عيداً للقوات الجوية المصرية.